هل انت كنت بموقف كنت فيه كتير محتار من الاتجاه يلي الله حطه بحياتك؟ هل انت نظرت للخلف بهالسنة يلي مرت وقلت لنفسك يا رب هيدا منو مطرح ما كنت مخطط انه يكون فيه بهالوقت؟ انا فكرت انه بهالوقت من حياتي يا رب انا بكون هون ومش هونيك. لكن اسمع، هو فقط لما بولس فعليا وصل على ترواس حتى هو ابتدى بانه يفهم شو كان الله عم بيعمل، وليه الله روح يسوع وقفه من انه يروح لهون وطلب منه انه يروح لهونيك. لاية 9 في الليل، هيدا بترواس. هلا هن اصلا سافروا لايام وهن وصلوا لهونيك، ولما هن وصلوا لهونيك خلال هالليل بترواس مش ببثنية ظهرت لبولس رؤيا، رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول عبر إلى مكدونية وأعنا. شايف أوقات الله بيشتغل بأنه يسكر باب، أوقات تانية هو بيشتغل بأنه يفتح باب، أوقات تالتة هو ببساطة بيتركك تعرق وبينتظر، بعض الأوقات هو بيعمل بأنه يوضع كتلة ميتة قدامك أنت ما بتفهمها. ليه يا رب هذه النقطة كانت أقرب؟ ليه يا رب أنت عم تخدني من طريق يلي هي أطول؟ لأنه فقط من خلال هالطريق يلي أطول أنت رح تكتشف بعض الأمور يلي ما كنت بتقدر أنه تكتشفها بحياتك إلا إذا وصلت لآخر طريق. أنا بعرف يا بولس أنت خططت أنه تروح على بثنية، لكن أنا عم باخدك على ترواس. أنا ما بعرف شو هي البثنية تبعك، أنت شايف بثنية الخاصة فيك والخاصة فيي كتير مختلفين، خطتك وخطتك وخطتك مختلفين عن خطتي، نحن كلنا عنا خطط مختلفة وهيدي بثنية الخاصة فيك. لكن خطة الله إلك هي دايما أنه ياخدك على ترواس، ترواس خاصته وين ما يكون هالمكان إلك.